صباحكم عسل، صباحكم مراد عسل. وصل مراد وصل. اخيرا بعد غياب 17 عام المغرب كيرجع وكيحصد ميداليه ذهبيه اخرى بعد اخر ميداليه ذهبيه ديال هشام القروج، صوفيا البقالي ولد مدينه فاس، انسان عصامي، 4 سنين هو كيتريني، 4 سنين هو خدام مع اطار مغربي كف اللي هو كريم التلمساني. وما انا ما كنعتبرهاش مفاجاه، سي فري في الحصه الفايته او في الفيديو الفايت هضرت على المنافسه الكينيه الايثيوبيه اللي تكون عند البقالي، وكاين البقالي كان في المستوى وشرف المغرب، وكنشكروا تاتين دوفت اللي لعب معاه جوكر جد مهم. الناس ديال العاب القوى غيفهموا شنو كنقول، يفهموا القصد ديالي ان الاتليتيزم فيه بزاف ديال التكتيك بحالو بحال السيكليزم حتى هو. دونك شكرا للبقالي، اهم حاجه وهو انه شرفنا وطلع وسمعنا النشيد الوطني. دائما في الرياضة الحكومة قررت انها تقطع علينا بزاف ديال الحوايج، عاوتاني فهمنا نظرا للوضعية الكارثية الصحية بالبلاد. دونك اليوم ما بقاش عندنا الحق اننا نمشيو لقاعة الرياضة، سدوا الحمامات كذلك حتى هما سدوا، وما بقاش الكوفغ فو مع 11 الليل ولا مع 9 الليل، نقصوا ساعتين ديال المكانة. سبور القاعات الرياضية ان فغي دوماج ان فغي غاشي، الناس بغاو يتريني وما كاينش، ما عندكش فين تمشي تريني. لي كوتش غادي يعاني وبزاف ديال الحوايج ما بغيتش نهضر فيها لان خصنا ليها وقت بزاف، ولكن قاعة الرياضة بين القطاعات اللي تضروا بزاف بهاد الجائحة اللي قربت تكمل عامين ما شاء الله. صافي بليزير اننا نمشيو للبحر نديرو شويه ديال الرياضه، وكنتلاقاو مع بعض النماذج الرائعه وليدات صغار بور موا دو تري 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 بون اكزومبل ادوني، لان ماشي كاع الوليدات خايبين مبليين شنو كيديروا. فاش كتمشي للبحر وكتشوف بحال الوليدات الزوينين كيلعبوا سبور في بونور، يعني في وقيته صبوحيه، صافي بليزير. دونك نشوفوا بحال هاد النماذج. لو على قلبي داب في هواك وكفاية للوصار وعناد ويايا، جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعنيك، قلبي نادالك حن في يوم وتعالى وديك روحي بس تعالى يلي وحشني قرب. نرجعوا لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة. رئيس الحكومة المغربي اللي هو سعد الدين العثماني فاش طلع رئيس الحكومة قلنا واحد ولد سوس، وطوكي انا ساكن في سوس كما كنقولوا با دو سوسي افيك لي سوسي، مي ابارامون مون ابوكو دو سوسي افيك مسيو دو سوسي. علاش سعد الدين العثماني ديجا التشلحه ديالو المهم ماشي مشكل، تشلحيت الكيلو داكور سا بو باسي ان توماس. شوف دي ستما ازول في اللون يعني كي عبارات تحس تشريف جلاله الملك اقليد بانجليزي دي مرسي. وقيل السيد فيلسوف ولا عنده شي فلسفه في الشكل، ام بارفو جو تروفا نورمال، النقاصة الروبيني الماء دي تيرم ما جوش مع رئيس ديال الحكومة. حلوا الروبيني هنا يتكب الماء. شعل الضوء دير الروبيني دير هذيك ما ما عندي وده اللي يخلي دير الروبيني دير هذيك الساروت ديال الضوء وشعل الضوء. وانا جو مدوموندي هاد السيد كان واحد الوقيته وزير الخارجيه، فا اسكو فريمون الى لو بروفيل يكون مينيستر ديال لي زافير زيترونجير. سي العثماني انا جو فو تروف با كاريزماتيك فرانشمون، اي جو تروف كو فو ميريتي با داك لو بوست با
باسكو قرار جري بحال هذا ما كيتخالفش بين ليله وضحاها. عندك بوكو دو بارادوكس في القرارات ديالك، حيت انت اللي مسؤول عليهم، انت اللي كتسنيهم، انت هو رئيس الحكومه اللي كنعرف او اللي كنعرفوا حنا كنا. اولا جلالة الملك في الخطاب الاخير بمناسبه عيد العرش المجيد اعطى واحد الجانب كبير لجار الجزائر او ما يسمى باليد الممدوده. الملك ديالنا بغانا نحلو حدودنا مع الجزائر، يخاطبهم الملك حل او بغى يحل الحدود مع الجزائر، وانت على قلت الله اكبر وانت سديتي الحدود ديال كازا ديال مراكش ديال اكادير. لا لوجيك ما كايناش. مره قلتها كاع واحد المره في شي اطور كنت تلقيت معاهم في واحد الندوه، وقلت لهم لما اصبحت انا رئيس حكومه اذا اي واحد يمكن يكون رئيس حكومه. يخرب عقلك انت مسخر. الجاليه المغربيه جلاله الملك ساندها، وقف معاها وامر ان الناس يدخلوا يدوزوا العطله مع والده ومع عائلتهم ودخلوا المغرب. فانا كنعرف بزاف ديال الناس تصدموا، قال لك احنا كون عرفنا بان كازا ومراكش واكادير غادي يتسدوا، وان القهاوي والكوفغ فو غيبدا مع تسعود الليل، نبقاو نيت في الاوروب اللي ما كيسدوش مع تسعود ديالي باش نكونوا حنا واضحين. يعني ما كنحسوش بديك لومبيونس استيفال الصيف، ما كنحسوش به، حيت هذا القرار الاخير جاني اعتباطي بزاف، جاني ما مدروسش بزاف، ما ماشي حاجه فيه ماشي حتى ليه. حنا هو صافي صافي، نتوما دابا راه هضرتوا، نبغى كل واحد يهضر على حسب اسمه. الله يرضي عليك، الله يعطيك الرضا لما بدل ساعه باخرى. مع العلم ان قال لك الناس اللي عندهم داك الجواز او داك الباسبور ديال اللقاح اللي ضربوا جوج ديال الجرعات عندهم الحق يتنقلوا، ساشو كو هاد الناس حتى هما يسون بورتور دو فيروس، يعني حتى هما يقدروا ياليو. اللوجيك ما كايناش حتى لدابا. صحاب القهاوي، صحاب لي ريستورون، صحاب لي زوتيل، هما عندهم خدمه موسميه، لا سيزوناليتي حتى في شيفر دافير. كتجي انت كتحبس كتحاصر، كتقول لهم سدوا مع 9 ساشون كو 8 الناس كيبداو يصفقوا عليك، كتكون جالس في بلاصه كتبدا تسمع التصفيقات مع 8، يلا جمعنا يلا. اولا هاد الحكومه ما عمر زدنا شي حاجه سلبيه للمواطن، دائما الزيادات ايجابيه. الله ينعل ما يحشم. وانجازات مهمه دارت للمواطنين والمواطنات وللمصلحه وللوطن وللمقاوله الصغيره والمتوسطه والمقاوله عموما والاستثمار، مهمه جدا. ما عن في منظره هديك احساس انه حرامي كده. سافا با وي جو سي. البانديمي في البلاد طلعت بزاف، لي شيفر ولاو كيخلعوا، لي مور طلعوا بزاف، لي كا طلعوا بزاف، هادشي ما كيبشرش بالخير. اللي غيبشر هادشي انا في الشهر الجاي الا بقى هادشي بحال هكا غيكون واحد الحجر شامل، ما بغيناش، لان لو موا بروشان كاين استحقاقات انتخابيه. لي طبيعه الحال ما يمكنليش نصوت انا شخصيا على شي واحد بحال سعد الدين العثماني، ما يمكنش، واخا لا بليبار ديال المنتخبين كيخرجوا لنا بنفس الشعار جميعا من اجل التغيير، كلشي كيهضر على التغيير بصح، جميعا من اجل تغيير السيارات، من اجل تغيير المنازل، من اجل تغيير لو مود دو في، كاين قال يغير مرتو، بزاف ديال الحوايج. هذا هو التغيير اللي يبان لي انا من بعد، هذاك سي تان اوتر سوجي نقدر نهضروا فيه من بعد. سبتمبر الى تاجلوا الانتخابات او الاستحقاقات القادمه كاين دي رومور لجانفي 2022، فاكيد غيكون واحد الحجر شامل الى بقاو لي ستاتستيك بحال هكايا. الناس كيكريتيكيو سبيطار الحسن الثاني وكيهاجموا الاطباء والممرضين، عطيو باتساع للطباء والطاقم الطبي اون جينيرال، عطيو باتساع للفرامليه، عطيو باتساع لاي واحد خدام في هاد الدومين. علاش ليطالي لا فرنسا والدول العظمى المنظومه الصحيه ديالتها طاحت؟ لان لي كا كثروا بزاف. فاحنا ماشي رندورو ونبدا نهضروا نناشد صاحب الجلاله انه يدير ويشوف مستشفى الحسن الثاني. كنعرفوا مستشفى الحسن الثاني كارثي، وكنسمعوا لي زيكو خايبين عليه وزيد، ولكن ما ناتاكيوش الطاقم الطبي، الناس دايرين اكثر من خدمتهم وكيريسكو بحياتهم، دونك اون بو با لي اتاكي. او كونترير انا بغيت شي واحد يخرج يقول لك ندير واحد البينيفولا، نديروا دي زاكسيون سيدي سوسيال، نخرجوا حنا ك متطوعين اننا نخدموا مع هاد الناس.
لبسوا حتى حنا لي جيلي ديالنا عطيونا دي باج عطيونا دي بافيت ونخدموا بوركوا با اون بو لي زيدي او فابور ها 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 المواطنه حس المواطنه كي كي خصها تكون حنا في كاتاكي بحال هكا تسبورطاب كتقلب على ابسط حاجه وتجي تصورها حيت كون كنا بحال هكا كنا كنصور دي شوز وي لا كريتيك كونستركتيف مزيانه كما كنقول ولكن ماشي اي ندور ونصور هاد الحفره كاينه هاد الثقبه كاينه مشيت ندير التلقيح لقيت 60000 واحد لا وكيفاش وعلاش هادي ظاهره عالميه هادي كارثه بلوتو ميم با سي با ان فينومين كارثه عالميه خصنا نتجندو كلنا ماشي غير كتحل فمك اراه شنو عندك اراه انت شنو تقدر تعطي لهاد البلاد الدور تصب في داك الطبيب وفي ديك الفرمليه وداك الفرملي وداك الماجور وجو سي كوا لا قله ما تقلات وشوف واحد الدوله حداك راه عندها الغاز عندها البترول ما عندهمش الاكسجين مستفين عندهم الموت الله يحضر السلامه اللهم ما مات بحال كبايله مستفين وكينكر وزير الصحه كيقول لهم حنا برك ملاح بخير دونك نو سي فو بلي هكا ما كتكونش لا كريتيك الله يرضي عليكم حنا كنا خصنا نتجندوا اليوم انا كنهضر على هاد القرارات الغير صائبه القرارات الارتجاليه القرارات اللي كتظهر بين ليله وضحاها اللي ما عندهاش غرام ديال اللوجيك الا كان القاعات ديال الرياضه فيها كورونا فشوفوا هاد اللقطه ديال الكورنيش ديال اكادير وطوك انا كنسكن في اكادير زعما هاد اللقطه بانت لكم نورمال التجمعات الحزبيه نورمال الاسواق نورمال كلشي نورمال ما عدا قاعات الرياضه والمساجد ما يصلوش فيها الناس مثلا صلاه العشاء الا كنا كنهضروا سيكو كنهضروا بحرقه كنهضروا بواحد محتاجين اجوبه كما كنقولوا وما بحال المينيستر ديالنا ما عندوش ولا هاد الوزاره ما عندهاش كون ابل واحد الكومونيكي ما كاينش واحد يخرج لينا بواحد يوضح لينا دي شوز عندنا داكشي مبهم غامض سي فلو سكو فو فات ما عارفينش اشنو يجي من بعد شنو غادي يكون كنعسو كنفيقو كنلقاو قرار وداكشي كيكون بالليل لي شوف سوغي نتوما خدامين مع ما فهمتش شنو هي اللوجيك ديالتكم دونك الله يرضي عليكم faut changer de stratégie faut changer de communication مع هاد الشعب كاين دي سيكتور اللي تقهروا فيهم الناس وكيخدموا غير في الصيف وي لي كايلا طلعوا كاين واحد واحد لو ليسي علي واحد لو ليسي فير on se protège plus comme avant الناس عيا وكمان راه طالعين 2 ans 2 ans تا غادي بالميم ريتم راه لا اله الا الله محمد رسول الله très difficile donc s'il vous plaît il est temps ان يخرج لنا شي واحد بعقلو ياك كيعرف يهضر يعطينا دي شوز كي سون ان بو لوجيك سي فو بلي وحنا مع هاد البلاد ولله الحمد حاجه واحده اخرى بغيت نهضر على عاشوره اللي قربات وعاشوره غادي نخص لها واحد الحلقه ان شاء الله من بعد عاشوره يا عاشوره بغينا نفرحوا دراري صغار ماشي بالفلوس ما نو بارلو با دارجون بارل دو جوي بغينا ناخذوا لدار الايتام ناخذوا لهم دي جوي اون ايدي كي تري سامبل الا انت ولدك مثلا عنده البي اس 4 ولا عنده البي اس 5 ولا عنده لاوي ولا عنده اخر ما غناتو ما كلتو في الالعاب الالكترونيه وعندكم لي جو سوسيتي ولدك كيلعب السكراب المونوبولي الاونو جون سي كوا كاين دريات صغار بغاو مينيكات دراري صغار بغاو غير دي بيتي بالون دونك كاين دار الايتام ما كيطلبوش بزاف بغينا كلكو جوي وبغينا ملابس داخليه هادشي اللي بغينا يعني اللي قاد انه يدخل في هاد لاكسيون بقليل ولا بكثير انه يضحك ويدخل الفرحه على الدراري الصغار سافا تيتغ اون شوز لا تحسب في الميزان ديال الحسنات ديالكم فهذه هي المناسبه فاش كنهضروا على العواشر شنو هو العواشر نورمال خصك تخرج واحد على 10 من الثروه ديالك داز عليها عام فبغينا غير نضحكوا ونفرحوا هاد الوليدات الصغار كابسط حاجه نقدروا نديروها Donc il y a quand même des vraiment qui sont intéressés, qu'ils me contactent, d'accord, qu'ils me contactent. Nous aurons une action à nous faire le maximum de 13 grammes de 19 à gagner. Qu'est-ce qu'il y a Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire Ou qui font des gens qui ont été en train de se faire A très bientôt. Sabah koum asal, sabah koum asal, sabah koum asal.